اختتمت أعمال قمة البريكس أمس الثلاثاء في مدينة سيامن الصينية، وتمثل مشاركة 5 دول نامية في القمة إلى جانب الدول الخمس الرئيسية مثالا ناجحا لتنفيذ ما يعرف بصيغة البريكس بلاس. وفي هذا الصدد قال خبراء مصريون إن البريكس بلاس ستساعد الدول النامية على تعزيز مشاركتها في الحوكمة الاقتصادية العالمية. في تعليقه على الموضوع قال الدكتور محمد فرحات رئيس برنامج الدراسات الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الدول المتقدمة تمتلك نفوذا كبيرا وسيطرة شبه مطلقة على الاقتصاد العالمي، وذلك في وقت تغيب فيه أي منصة أو مؤسسة تمثل مصالح الدول النامية. لكن صيغة البريكس بلس التي اقترحت الصين إقامتها تساهم في تشكيل قوة ضغط مؤثرة للدول النامية في الساحة الدولية. المؤسسات الاقتصادية أو المجموعات الاقتصادية والمالية التي كانت موجودة في النظام الاقتصادي العالمي حتى فترة قريبة يعني كانت مقصورة على الدول أو الاقتصادات الصناعية المتقدمة، وأنا أتحدث هنا عن المجموعات النافذة أو التي لها نفوذ كبير في الاقتصاد العالمي. صيغة بريكس بلاس أعتقد أنها تحقق هذه المشكلة أو تحل هذه المشكلة، لأنها تفسح الطريق أمام دول جديدة مؤهلة لأن تنضم إلى الدول أو الاقتصادات الصاعدة حتى تعبر عن رأيها وتقدم اقتصاداتها وتروج لفرص التنمية وفرص الاستثمار داخل هذه الدول. وأضاف فرحات إن القضايا التي جرى تداولها في هذه القمة لم تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل امتدت إلى قضايا من قبيل مكافحة الإرهاب والتبادل الثقافي والأمن السياسي، وهو ما يمكن أن يجعل مجموعة دول البريكس مؤهلة لأن تصبح مجموعة دولية ذات تأثير أكبر. المجموعة لن تكون مجموعة اقتصادية فقط، ولكن سوف يكون لها في تقديري دور سياسي كبير في المرحلة القادمة. ويمكن أن نقارن هنا بين مجموعة البريكس ومجموعة السبعة الصناعية. مجموعة السبعة عندما بدأت كمجموعة لتمثل الاقتصادات الصناعية الأساسية، ولكن مع الوقت بدأت تلعب دورا سياسيا ودورا أمنيا على المستوى العالمي. أعتقد مجموعة البريكس أيضا سوف يكون لها مثل هذا الدور، ولن يقل أهمية عن دور مجموعة السبعة الصناعية في المستقبل.